صباح الخير مرة تانية مشاهدينا في كل مكان، لسه مع حضراتكم في هذا الصباح. وصلنا لأولى فقرتنا الحوارية، وبنتكلم عن ميدالية الحماية الاجتماعية اللي في مصر اللي بتوليها القيادة السياسية الحقيقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية كبيرة جدا خصوصا في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وطبعا الأزمة الاقتصادية العالمية مش بس في مصر وأزمة الغذاء العالمية. بنتكلم هنا عن الحزمة الاستثنائية لدعم السلع التموينية اللي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 6 شهور لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وطبعا دعمهم في هذه الفترة عشان يتحضروا ويكون عندهم طبعا فترة تطمينية، لأن كلنا الحقيقة وعلى كل المستويات بنبدأ نقلق لما نحس إن في أزمة في الأسعار، في يعني مش هنبقى عارفين إزاي هنقدر نأمن هذه الأسعار، يعني هذه السلع بالأسعار الجديدة كلنا وعلى كل المستويات الحقيقة. فدي بتبقى رسالة تطمينية ونفسيا أنهم بيحاولوا يستعدوا في هذه الفترة لأنهم يتواكبوا مع الأسعار الجديدة وميزانيتهم تبدأ تتواكب مع الأسعار الجديدة. بنتكلم عن 9.1 مليون أسرة، بنتكلم عن 12 مليون جنيه مصري لهذه الحزمة الجديدة لدعم السلع التموينية اللي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده معناه أن حوالي مظلة ل 36.5 مليون شخص. هنتكلم عن ده النهارده بالتفصيل مع ضيفنا الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. صباح الخير أستاذ صباح محمود. صباح الخير يا فندم. بنرحب بحضرتك. أنا برحب بيك. هنتكلم عن الحزمة الاستثنائية لدعم السلع التموينية والمواطنين الأكثر احتياجا، وطبعا يعني مظلة الحماية الاجتماعية، لكن اسمح لنا نتابع التقرير في البداية ونبدأ الحوار. خلينا نتابع. من أجل تخفيف المعاناة عن ملايين الأسر وخاصة الأولى بالرعاية، بدأت وزارة التموين في تنفيذ حزمة استثنائية بصرف السلع التموينية لمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين. ووفقا لقرارات الحماية الاجتماعية، سيتم صرف مساعدات استثنائية تشمل السلع الغذائية ل 36 مليون مواطن للأسر الأكثر احتياجا، حيث سيتم إضافة 100 جنيه لنحو 8 مليون بطاقة تموينية خاصة بالأسرة الواحدة، وصرف 200 جنيه ل 963 ألف بطاقة تموينية مقيد بها أسرتان، و300 جنيه لبطاقة الثلاث أسر. وقد لاقت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبا واسعا وإشادة من القوى السياسية، مؤكدين أن الرئيس يقف دائما بجوار المواطن المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. وأكد أعضاء بمجلس النواب أن حماية الفئات الأكثر احتياجا باتخاذ مزيد من الإجراءات التي توفر لهم مظلة اجتماعية تستهدف بالطبع تخفيف الأعباء الاقتصادية والمادية عن كاهل ملايين الأسر المصرية وتحقيق الأمان الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة. كما أشاروا إلى أن القرارات تعبر عن إرادة واضحة لتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية وحماية السلام الاجتماعي، وتبلغ حزم المساعدات نحو 1 مليار جنيه تصرف شهريا لنحو 9 ملايين أسرة من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، وتأتي في إطار معاونتهم على ظروفهم المعيشية لتخفيف الأعباء عن عاتقهم في ظل وجود أزمة تضخم عالمية. كما تأتي هذه الإجراءات السريعة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم بدءا من جائحة كورونا وحتى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر على الطاقة والغذاء. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، بعد ما تابعنا التقرير هنبدأ حالا مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمود عسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. مرة تانية مرحبا بحضرتك أستاذ محمود. وبعد ما تابعنا التقرير، إلى أي مدى الحزمة الاستثنائية لدعم المواطنين ضد الغلاء في هذه الفترة والحماية الاجتماعية
إلى أي مدى هي مهمة وفعلا يعني هتدعم المواطن ورسالة طمأنة إنه يستعد للفترة اللي جاية. دائما في فترات الإصلاح الاقتصادي بتنشأ فكرة إنه يبقى فيه تضخم ويبقى فيه مشكلة اقتصادية عند كل البيوت وعند كل المستويات، يعني حتى الطبقة المتوسطة الآن عندها أزمة. لولا سيلفا كلنا عندنا أزمات بسرعة طبعا، يعني كل طب لولا سيلفا في البرازيل أول ما بدأ الشغل ولولا سيلفا استلم البرازيل على الصفر، كانت زيرو، كانت مفلسة. أول حاجة عملها عمل شبكة أمان اجتماعي اللي هو جزء منها الرئيس بيتكلم عنه. شبكة أمان اجتماعي يعني إيه؟ الشبكة اللي لاعب السيرك عندما بيكون بيلعب لما يقع يلاقي حاجة تشيله يستند عليها، هيقع عليها، تمشي بالأرض ويتعور ويحصل له كسور وكلام من ده. فالشبكة دي الهدف منها إنها تشيل المواطن فيما يتعلق بالغذاء والدواء والكساء والإيواء، ده كشبكة. إحنا الجزء المتعلق بالغذاء الحقيقة ده كان جزء بالغ الأهمية. ست شهور دول يا رب يعدوا على خير، لأنه العالم كله بيستشرف خلال الست شهور دي إن هتبقى فيه تقلبات في الأسعار حول العالم. هزات كبيرة، يعني ممكن في حاجات ترخص، يعني الزيت رخص لكن لسه عمالة ما يرخص عندنا هنا في مصر. احنا بيبقى عندنا يعني ليه بيبقى عندنا أزمة في إنه فعلا احنا بنلاحظ إنه في العالم كله ممكن الأسعار إلى حد ما وخصوصا أسعار المواد الغذائية لما بتعلى وبترتفع ممكن يجي لها وقت تبدأ تاني في الهبوط والاستقرار فيما بعد. احنا ليه ما بينكونش عندنا يعني السوق عندنا ما عندوش إحساس، يعني أنا بقولها كده ما بيحسش. السوق ليه عندنا معدوم الإحساس يا أستاذ محمود؟ معدوم الإحساس لأنه بيعظم أرباحه على حساب الناس. يعني في كتير من التجار هدفه الرئيسي من كل الهلومة اللي بتحصل حوالينا دي أنه يغنى، يعني فكرة زي أغنياء الحرب كده. صح، فرصة عندي عندي حاجة مخزونة في المخزن أما زودها 10 جنيه في مش عارف ويمتنع عن بيعها في هذا التوقيت ويعملها يحبسها طبعا، يعمل لها هولد ويمتنع عن بيعها. هو دلوقتي الحبس ده حبس السلعة دلوقتي يعني في كارثة ممكن يروح في داهية، لأنه الدولة حاطة عينيها على ولازم الفتاية. نبدأ نفعل كل الضبطات يعني الضبطيات القضائية لهذا لهؤلاء الدولة التجار. ما بتلعبش في الحتة دي، ده أكل عيش الناس وحياتهم. مش هنخاطر ولا الدولة هتخاطر ولا احنا كلنا كمجتمع مدني هنخاطر بأن بلدنا تتعرض لأزمة، وبالتالي لازم يبقى في موقف حاسم في مواجهة أي حد بيحاول أنه يعمل تعطيش للسوق او يعمل احتكارات او اتفاقات مسبقه. ولو لاحظت حضرتك قريب اتحرك جهاز حمايه المستهلك او حمايه المنافسه لاول مره منذ يعني بدايه الجهاز، واحال اربع او خمس تجار كبار بيشتغلوا في تجاره البيض للنيابه، ودي لاول مره على فكره، اول مره يستخدم قانون الجهاز. محتاجين ده تنفيذه ده بينذر وبيخوف ويدي انطباع انه خلي بالكم هنستخدم نحن موجودين وان في رقابه. موجودين وقبل كده خلي بالك الرئيس عطى توجيهات بالتحرك في موضوع الدقيق لما غير الدقيق طبعا لما حسوا بازمه اوكرانيا والقمح والدقيق، مجرد اوكرانيا طبعًا حصلت طبعًا راحوا رافعين اسعار الدقيق والعيش غير فلهم لا تدخلوا وعملوا العيش بالكيلو بالظبط تمام. يعني من الاخر في دوله صاحيه لفكره الملف ده. الحقيقه الملف ده من الناحية الإنسانية في هذا التوقيت كلام مهم، لأن أنا حتى دايما كنت أقول أن شبكة الأمان الاجتماعي دي جزء منها البطاقة التموينية الآن طبعا، ودي اللي هنتكلم عنها وهي جزء يعني جزء أساسي. إحنا بنتكلم في أمن غذائي يعني أمن قومي، يعني طبعًا استقرار للدولة، استقرار لملايين من المواطنين وبالتالي استقرار للدولة. بنتكلم عن أمن غذائي يعني بالفعل استقرار قومي ووطني. طيب لو تكلمنا عن الحزمة الاستثنائية الجديدة ودعم السلع التموينية ب 100 جنيه لكل بطاقة تموينية، بنتكلم في 9.1 مليون أسرة، يعني حوالي تقريبا 36.5 ده تقريبا مليون ممكن يبقى شخص أكثر من كده. بالظبط ممكن يكون كده لان مش كل اسره عندها طفلين ده اكيد يعني. فمن هنا بنتكلم عن يعني الى اي مدى ده كافي او في هذا التوقيت ولا احنا محتاجين نزود هذه المظله. هو بصي عشان نقول ده كافي
في هذا التوقيت صعب جدا مش كافي لانه لكن ده اللي تقدر الدوله تعمله كبدايه. طبعا بدايه هايله كويسه رقم جدا. رقم 12 مليار ده رقم في الموازنه وفي عجز في الموازنه العامه للدوله طبعا يعني بكل غلاء الاسعار في العالم. فاحنا طبعا في ازمه، وبالتالي فكره ان الدوله تقتطع هذا المبلغ في هذا التوقيت من الموازنه دي رؤيه استشرافيه على فكره طبعا. انت شايفه ان اللي جاي خطر. انا عندي معلومات دقيقه جدا انه كل المحافظين مكلفين الان بانهم يزودوا المعارض. تمام، خلي بالك معرض اهل رمضان الرئيس عطى توجيهات بانه ما يتشالش، ومعرض امان بتاع وزاره الداخليه الحقيقه برضو هايل جدا. لا لا، هو الحكايه دي فكره انه ما يشيلش ده اسمه اهل رمضان، رمضان خلص وعيد الضحيه خلص ومش عارف، وما زال المعرض موجود ليه؟ لانه في احتياج في هذا التوقيت، ورئيس عطى توجيهات بانه يقعد لغايه نهايه السنه لانه في استشراف اللي جزء منه الست شهور دول انه اللي جاي ممكن يبقى مزعج بالنسبه للطبقات الفقيره. الدوله بتحاول بشكل او اخر تشيل الطبقات دي وما توقعهاش اكتر ما هي واقعه، لانه في النهايه لما نيجي نحسبها حسبه صحيحه السلام الاجتماعي تمام في هذا البلد مهم جدا ان احنا كلنا نحافظ عليه. طبعا اديك شفتي يوم 28 يناير 2011، ربنا ما يعود الايام دي قد ايه احنا كنا طالع عينينا وقاعدين قدام بيوتنا خايفين، ويعني يعني كانت ازمه يعني طبعا. الحمد لله ربنا انقذ الامن ده منها. اكبر نعمه واستقرار الامن طبعًا. والاستقرار اكبر نعمه، اهم سلعه في العالم طبعا في استجلاب استثمارات هي سلعه الامن طبعا، وعشان كده سعرها غالي وعشان كده دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحرص على تسليح قواتنا المسلحه. مصر ليست دوله معاديه لكنها تحاول حمايه حدودها وانها ده يعني ده بيساعد دايما على استقرارها طبعا. فهو ده ان فعلا سلعه الامان دي بيؤدي للاستقرار، ودي اكبر نعمه واكبر يعني ممكن منحة يمنحها الحاكم لشعبه. ففعلا طبعا. بس عارفة حضرتك يبقى برضو حاجة مهمة جدا أن تراقب الدولة هذه المنحة التي أعطتها للناس، لأنه يعني مثلا على سبيل المثال تلاقي بلد، أنا كنت في أسيوط قبل أيام ولقيت رغيف العيش عندهم بيقرش تمام، وده الدولة بتدي دعم وفي النهاية الرغيف بيقرش، لا ما ينفعش طبعا. على الجانب الاخر رحت الدقهليه عملت برضه نفس الاختبار، دقت رغيف العيش في اكتر من مكان لقيت العيش كويس، يبقى ده دليل على انه في سوء اداره هنا وفي هنا حد بيشتغل. الطبيعي جدا ان الدوله تراقب بقى ده. هايله الجولات التفتيشيه دي اللي حضرتك بتعملوها دي، يعني طبعا الدوله برضه ده لازم ده بيحصل. بص هقول لحضرتك على حاجه، لابد ان تراقب وزاره التموين والمجتمع المدني الدعم ده يصل الى مستحقه بجد طبعا. ما ينفعش ان يبقى رغيف العيش في اسيوط وحش ورغيف العيش في لازم يبقى في سيستم موحد يدير الليله ما يبقاش فيه خلل طبعا. من الاخر الدوله يجب عليها ان تراقب في المرحله القادمه ال 12 مليار دول هيروحوا فين. ما هو مش معقول انا اديهم للبدالين واديهم لبتوع المخابز واديهم مش عارف ايه وفي النهايه الناس ما تاخدش حاجه. لا انا عايز الناس تاخد وعايز الناس تستفيد، لانه تعظيم استفاده المجتمع الفقير ده اللي انت بتوجهي له حزمة المساعدات دي بالغ الأهمية الآن. لازم نساعد، لازم الأغنياء كمان يساعدوا، المقتدرين يساعدوا طبعا، المجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني الكبيرة لازم تساعد. دي المشاركة المجتمعية اللي بنتكلم عنها طبعا، وده عامل المجتمع المدني بالزبط. يعني أنا بقول لازم كلنا طبعا كمجتمع طبعا مصري نحافظ طبعا على أمننا وعلى سلامنا الاجتماعي، لأنه في النهاية رجل الأعمال اللي بيبخل على اللي حواليه هو بيأمن نفسه بيأمن مشروعاته بيأمن بالظبط. يعني انا فاكر الحاج محمود العربي كان الله يرحمه احرس القصب بالقصب الله يرحمه، علشان كده جنازته كانت يعني مهوله يعني محمد الله يرحمه الله من الخير اللي كان بيعمله طبعا. كل دول ناس كانوا بيعظموا من فكرة إن المجتمع يستفيد من تجارتهم ويستفيد من صناعتهم. ده المهم، رجل الأعمال عليه مسؤولية اجتماعية ومسؤولية مجتمعية في هذا التوقيت تتوازى تماما مع مسؤولية الدولة. ما ينفعش إن الدولة تشتغل لوحدها في الملف، لازم كلنا نشتغل، لازم اللي حواليه اللي جاره حاسس دلوقتي إن ظروفه تعبانة يساعده، مش هيخسر حاجة طبعا. أنا عندي قدرة إن أنا أساعد جاري اللي جنب البيت،
ظروفه ربما مش مواتية، عنده أزمة في المدارس أحاول أساعده، يعني لازم السنة دي كمان الأغنياء يساعدوا في موضوع مصاريف المدارس بالزبط. خاصة الأيتام أو الأطفال اللي يعني أو الأسر اللي بيبقى عند الزوج مطلق الزوجة ومش عارف فيها في حد حالة عدم استقرار، المرأة المعيلة كل ده لازم يشتغل. لو الدولة هتشتغل بنسبة 50% 10% احنا نشتغل 90، لأنه هو ده الأهم على فكرة. الدولة هتساعد لكن في ممكن حاجات ما توصلش، يعني الحزمة دي ما تصلش إلى عدد لناس تانية. في ناس وقعت من السلم الاجتماعي، طبعا المتوسطة محتاجة مساعدة، وبالتالي الآن لازم كلنا نشتغل. احنا كلنا وقعنا من على السلم دلوقتي. لا يعني انت لازم تشتغلي. طيب دلوقتي كان في ايضا تطمينات من رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، واكد انه الحزمه التموينيه دي الاستثنائيه ليست مؤقته وانها دائمه وهتشمل 1,000,000 اسره جديده. ايه راي حضرتك في ده؟ طبعا خليني اقول لك انه ده في النهايه برضو ما هو بيحاول يستدرك، هو حاسس ممكن يبقى حاسس انه يعني ده ايضا كلام مباشر ان هي مش مؤقته، يعني لا مش لا لا. بصي خليني اقول لك انه ست شهور دي قد تستمر بعدين، لانه انا عندي امل، انا شايف يعني ان عندي امل، انا قد اكون في بعض الاحيان محبط لكن عندي امل ان اللي جاي يبقى افضل ان شاء الله، ان ممكن ثمار ما جرى خلال السنوات الماضيه من جهد وتعب وارهاق ومشروعات وكلام ممكن تؤتي ثمارها خلال الأعوام القادمة، وبالتالي الناس تستفيد والدولة يبقى عندها أموال تضخها في مثل هذه المساعدات الاجتماعية. أنا من الآخر مش قلقان رغم كل العالم بره حوالينا الآن، خلي بالك طبعًا. في أسبانيا النهاردة بيدوم إزاز زيت، في هلع، وفي ألمانيا، ألمانيا يعني بعد ما خلي بالك أوروبا داخلة على الشتاء، اقتصاد الحرب داخلة على الشتاء، ألمانيا ابتدى أوروبا هتتجمد بالظبط، وفي انهار في اوروبا في انهار في اوروبا يعني ما فيهاش ميه. انت في مصر هنا الحمد لله رغم كل الكلام اللي اتقال على سد النهضه في فيضانات في السودان مغرقه الدنيا، في خير، هذا البلد ربنا هيحفظه الحمد لله، وهذا البلد هيستقر وهيبقى امن. البلد ده البلد دي ما زلت اصر على انه كل الانبياء اللي دخلوه باركوا فيه، باركوه طبعا ستنا مريم وسيدنا عيسى، مباركه من ربنا بيت النبي سبحانه يعني طبعا. قال بيت النبي دعوا الأهل مصر، إلا إن إحنا أكتر ناس أكرمنا قال بيت النبي، دعوا لنا دعاء يعني واستجيب. وعشان كده أنت العالم كله حواليك بيبقى في أزمة وأنت بتحسيش بالأزمة، أنت في أزمة كورونا كانت كارثة الحمد لله، والعالم كله مصر كان عدت عنده أزمة منها بكل وإحنا كنا سلام منها وأمان، وعندنا كان خطة استشرافية وكان عندنا صوب زراعية زرعة، وكان في أيضا تحكم في أعداد المصابين الحمد لله، والسلع كلها متوفرة والحمد لله، كان الحمد لله. إنما العالم بره كان عنده أزمة بالزبط. أنت في مصر والله والله أنا مدرك تماما أن هذا البلد مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف ربنا مأمنه، لأنه بلد من البلاد احنا اتذكرنا في القرآن خمس مرات ربنا لما تجلى على الدنيا على الأرض تجلى هنا على سيدنا موسى عليه السلام. احنا بلد كبيره بالصغيره وعندي امل ان احنا نعدي ان شاء الله الازمه. مصر زي ما حضرتك قلت اللي ربنا سبحانه كرمها وذكرها خمس مرات في القران الكريم اكيد فعلا عمره بيتخلى عن البلد دي طبعا. فعلا سبحانه. من هنا بنتكلم عن انه لازم يبقى في جزء مضيء اللي حضرتك كنت تتكلم عنه، انه مهما الازمه مشتده احنا ممكن نبص فعلا للدول اللي حالتها اصعب، دول اقتصاداتها كبيره جدا في الاتحاد الاوروبي وعندها معاناه كبيره جدا. امبارح امريكا نفسها كان عندها في ولايه وعندهم ازمه في الميه كانت يعني فيعني بنتكلم في دول كبيره جدا، دول عظمى عندها ازمات في الميه، عندها ازمات في السلع الغذائيه، عندها ازمات وعندهم اعلنوا اقتصاد حرب وما الى ذلك. فلازم نبص دايما في الجزء المضيء اللي حضرتك بتتكلم عنه. في ازمه حواليكي بامانه ما فيهاش كلام، خلي بالك ان في دول عربيه خليجيه سرحت عماله. طب يعني ده معناه ايه؟ معناه ان هو بيضغط النفقات عنده، بيحاول طبعًا. يشوف حل يعني في 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 مش عايز يطلع عمله صعبه من عنده. طب كل دي حاجات تخليني اقول لك رغم ان هم الى حد كبير مؤمنين بالبترول وان البترول اسعاره هي اللي قاعده عندنا مشروعنا في مواطنون ضد الغلاء بامانه انا نفسي اعمله وانا عندي استعداد ان كل محافظه احنا عندنا كوبي عاملين في المنصوره مثلا بنحاول نساعد في بند اللحوم في الدقهليه
الحقيقه المحافظ هناك بيساعدنا جدا دكتور ايمن مختار ربنا يبارك. طب نوع المساعده اللي بتعملوها يا استاذ محمود من خلال الجمعيه مواطنون ضد الغلاء؟ بدل ما اديكي كيلو لحمه ببلاش لا بدولي ب 95 جنيه بدل ما تاخديه ب 120 مثلا سوداني. يعني في كيلو لحمه طازه ب 95 بدل ما تديهولي ب 120. طب ما تحاول تقلل برده شويه يعني بلاش 95 ولا ما ينفعش؟ احنا بدأ انا دعوتي دايما لكل نزلولي ل 50% مثلا يعني بحيث ان توزعوا ب 60 جنيه مثلا. بصي هقول لحضرتك على حاجه، احنا عند مرتبطين بتكلفه. لما بنشوف السوق بره في اللحمه حصل في حاجه بنروح نازلين. تمام. بامانه النزول ده الهدف الرئيسي منه، انا دايما اقول له بكيته. يعني ايه كيته؟ يعني ما تكسبش وما تخسرش. تمام. يعني بيع بالشكل اللي يحفظ راس المال ما يقعش منك، وفي نفس الوقت ما مش لازم تكسب، انا مش عايزك تكسب. تمام. المكسب الحقيقي لكل تجار مصر، لكل تجار مصر انه يحافظ على متجره، يحافظ على مصنعه، يحافظ على العماله الفنيه اللي دربها واشتغلت معاه طوال السنين. يحافظ على بيته. يبقى في وقت معين مش لازم نحقق فيه ارباح، يبقى الموضوع مستقر، المشروع مستقر، المصنع احنا مستقر. احنا زي ما حضرتك بتقول مش قادرين. لازم دايما ابقى بحقق ارباح في كل طبعا. المراحل في مرحله ممكن تتجمد فيها الارباح لحد ما يعني انا الفكره بتاعتنا شغاله على كده، ان انت تضغط الحد الادنى للتكلفه بالزبط. والحد الادنى للربح بحيث انه يدوب يكيد. ده احنا قادرين على ان احنا ننقله الى كل محافظات مصر. احنا اشتغلنا في الشرقيه، اشتغلنا في المنيا، اشتغلنا في بعض الأجهزة المدن الجديدة تبع وزارة الإسكان. كل ده الهدف الرئيسي منه ان احنا نوصل لشريحة من المستهلكين نديهم قطعة اللحمة، أأمن له البروتين على أقل تقدير اللازم. انتوا بتأمنوا كده بروتين بس من خلال الجمعية يا أستاذ محمود؟ احنا ان شاء الله كمان في سلع تموينية استراتيجية الفترة اللي جاية، احنا بنتعاون مع عدد كبير من الشركات، هنشتغل على الدواجن وهنشتغل على كل انواع البروتين. البروتين البيض خصوصا، لان طبعا البيض يعني ان شاء الله هنعمل ده الفتره اللي جايه اسعاره بقت، لانه ده دورنا بالظبط ان احنا ومهم لطلبه المدارس والتغذيه طبعًا. فده مهم جدا. احنا بنحاول نشجع السوق دلوقتي، ده في اطار اهدافنا ان احنا بنشجع التاجر ده على انه يبيع باقل سعر ممكن وباقل ربحيه ممكنه ويضغط تكلفته. كل دي حاجات تخلي الناس تستريح نسبيا طبعا، لانه بند اللحوم خلي بالك بند كبير جدا طبعا طبعا، وبياخد يعني رقم بادجت يعني رقم في البيت. طبعا أنا بس ميزانيه البيت طبعا، الاسر والاهل، وفي اسر بتحاول تستغنى عنه تماما يعني بيحاولوا طبعا. مره في الشهر او طبعا زي ما حضرتك قلت، فطبعا دي مهم جدا. انا عايز اقول لك الاسر كمان تعمل لنفسها موازنه بقى طبعا. زي ما الدوله عامله لنفسها موازنه طبعا، يعمل موازنه ويحط اولويات عشان طبعا. نقدر برضو الحزب ثقافة الاستهلاك لازم تتغير، واحنا بنتكلم في الموضوع ده من فترة لانه العالم كله من حوالينا بيتغير، فاحنا كمان وده اكيد حصل في اسر كتير اكيد مش هننكر. انا يعني عايز اقول لك ان مفيش زبالة الاولويات دلوقتي. مش لحمة، مفيش اكل بيترمي في زبالة. هو ده المفروض من الاول. انا عملت سيرش يعني فرع على الزبالين قلت له فعلا؟ قال لا 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 مفيش فعلا. لا كان زمان تلاقي يقول لي بص كنت تلاقي حتة لحمة كده مع مش عارف شوية رز مرميين بتاع يعني لا دلوقتي مفيش خلاص. ليه؟ لانه بيحاول يضغط نفقاته واستهلاكه وبيشوف هو بيستهلك قد ايه، فبنعمل ما بنرميش عيش زي زمان احنا بالزبط. لان العيش بقى ليه اهميه دلوقتي طبعا طبعا، وهو ده اللي اوروبا عايشين عليه وامريكا طبعًا. وكل دول العالم من سنين بنتكلم عليه من سنين، عندهم ترشيد استهلاك في الطاقه، عندهم ترشيد استهلاك في الميه، في الغذاء، في الاكل بالزبط. ويشتري تفاحه ويشتري رمانه ويشتري مش عارف ايه. لا احنا صح. احنا كانوا بيتريقوا على موضوع التفاحه والموزايه دي يعني يا استاذ محمود، فده يعني هو ده اللي حد لغايه دلوقتي تشتري تفاحه ولا بتاع وزنتيها يا ده يبص لك كده يعني لا طبعا انا محتاجه تفاحه اكلها دلوقتي انا حره. وليه ابوظ كيلو تفاحه؟ انا مش عايزه مش هقدر اشتري كيلو تفاحه، انا حره يعني من غير ما حد يتريق عليا. فدي طبعا ثقافة الاستهلاك لازم تتغير. استاذ محمود عسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، مشكور حضرتك جدا. كمان بننتظر في الفترة اللي جاية دور كبير واكبر منكم جدا من خلال الجمعية، من خلال كل الان جي اوز جنب كل الوزارات والهيئات الحقيقة، والدور اللي بتقوم به القوات المسلحة من خلال كل المنافذ المتحركة والثابتة ليها، من خلال كل منافذ وزارة الداخلية ومعرض أمان اللي مستمر طول السنة. الحياة بتخفيضات بتوصل ل 50% من 30 ل 50%. كل ده فعلا يعني بيقوم ومع الدولة في بناء شبكة حماية اجتماعية قوية جدا للمواطن، وفي هذه المرحلة أيضا لدعم المواطن وتخفيف الأعباء عليه. كل الشكر لحضرتك جدا، وكل الشكر لكم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة. ابقوا دائما معنا النيل الأقرب إليك. لسه مع حضرتكم في هذا الصباح، خليكم معنا.